كان جاي الدرس وما كنعرفش نجاوب، كان جاوب وكان لقى راسي غلط. كلشي واش كاين شي فرق ما بين ان طابلو و ان غرافيزم؟ اكبر مشكل في الفلسفه دي اليوم غادي تحل طريقه اجابه. راك ما عارفش بلي 50% من الريبونس عندها علاقه بالسؤال اللي مرتبط بالوثيقه. وباش تضمن 100% السؤال خاصك تعرف نوعيه الوثيقه. هاد الوطني زيد كذا وحتى هذا الا بزاف عليا وزيد كذا كاملين يوم 80% من الجداول والمبيانات. استاذ واش عندهم نفس الجواب؟ لا، هذا هو الغلط. الغرافيزم هذا او هذا زيد كذا سي لوغمونطاسيون لا ديمينيسيون اي لا ستابيليتي. و الى بغيت تبان هوت غام زيد عليها ريلاتيف او بيان فور. كيفاش هاد المبيان عندنا اون فورت اوغمونطاسيون اون فورت ديمينيسيون با كونترينا تي لا ستابيليتي ريلاتيف سي لا صعيب ارا سهل. عطاوك ان طابلو هذا او هذا او هذا عندهم قراءة وحدة اللي هي طريقة عمودية. هادشي ماشي انا اللي قلتو، ها شكون قالو؟ من اليوم ما غتخلعك حتى شي وثيقة، ودير فيا الثقة وبارطاجي مع صاحبك وما تكونش بحال عتيقة.